الله يحييكم في هالأمسية الرمضانية اللي تأتي خلينا نقول ضمن سلسلة أمسية الإجراءات اللي تقيمها اي اس كونسلتنج بغرض نشر الوعي والمعرفة في مجالات إجراءات العمل. هالأمسية خلينا نقول طريقة تقديمها هالمرة صايرة مختلفة، ناخذ فيها يعني طريقة خلينا نقول الحوار أكثر من أنه يكون موضوع يطرق باسم الجميع، ويعني اسم الشركة. أرحب بضيوفي لهذه الأمسية، معنا الأستاذ عبد الله الفندوخ مدير إدارة التمييز التشغيلي في الهيئة العامة للزكاة والدخل. الأستاذ عبد الله متخصص في تحسين العمليات التشغيلية ومؤشرات الأداء، ولديه خبرة طويلة في الاستشارات لشركات استشارية رائدة في الشرق الأوسط. ايضا رحبوا معي بضيف الثاني الاستاذ ابراهيم الحفظي المدير التنفيذي للتميز المؤسسي في الهيئه السعوديه للملكيه الفكريه. الاستاذ ابراهيم يمتلك خبره طويله في اداره العمليات التشغيليه والمشاريع التقنيه تنوعت ما بين القطاع الخاص والحكومي. كذلك يسعدني اني ارحب بضيفنا الاستاذ سلطان الطيار مدير اداره التمييز المؤسسي في هيئه السوق الماليه. والاستاذ سلطان ايضا يمتلك خبره واسعه في مجال الجوده والاجراءات من خلال عمله في عدة شركات رائدة وجهات حكومية في المنطقة، ومؤلف لكتاب في تطبيقات سيكس سيجما وكتاب آخر حول تحليل منوال الفشل. مرة ثانية أجدد التحية بكم في هذه الأمسية اللي أتمنى إن شاء الله أنها تكون خفيفة ولطيفة ومفيدة، وأجدد الشكر للضيوف الكرام على قبولهم لهذه الدعوة. الحقيقة موضوعنا اليوم شوي خلنا نقول خاص ل المهتمين والمتخصصين والعاملين في مجال إدارة إجراءات العمل. مثل ما نعرف يعني جائحة كورونا الله يكفينا وياكم الشر ويرفعها عنا عاجل غير آجل، غيرت أشكال كثيرة في حياتنا، يعني غيرت في طريقة العمل، غيرت حتى في طريقة تعاطينا مع الأمور الحياتية. لذلك كان لزاماً علينا احنا كمتخصصين في التمييز التشغيلي وإجراءات العمل خصوصاً ان برضو نسلط الضوء على تأثير هالجائحة هذه، تأثير أزمة كورونا على أدائنا لأنشطة إجراءات العمل. ما حبينا أن الموضوع يكون نظري، يكون من وجهة نظر شخص معين أو بحث أكاديمي يلقى، لذلك حبينا أن تكون الأمسية عملية ومن واقع تطبيقي، وهذا اللي نسعى له. ولله الحمد برضو احنا محظوظين، يعني عندنا جهات رائدة في المملكة العربية السعودية سواء جهات حكومية أو جهات خاصة عندها تجربة رائعة جدا، وهم الأجدر صراحة في نقل المعرفة ونشر الوعي في هالمجال هذا. اليوم معنا ثلاث جهات رائدة صراحة من الجهات اللي تعتبر مضرب مثل في التميز في تنفيذ مبادرات إدارة إجراءات العمل. نبغى ندردش مع ضيوفنا حول وش توقعاتهم يعني لمستقبل إجراءات العمل، إدارة إجراءات العمل. فأبدأ بيعني الأستاذ عبد الله الفنتوخ مدير التمييز التشغيلي في الهيئة العامة للزكاة والدخل بسؤال، وطبعا السؤال مطروح للضيوف كلهم، لكن نبدأ بالأستاذ عبد الله عن يعني في البداية خلونا يعني ناخذ تبسيط لما نقول إدارة إجراءات العمل. هل مفهوم وهالكلمة هذه مصطلح كبير؟ يعني كيف نشاهدها؟ يعني وش الأنشطة؟ كيف نشاهدها فعلاً في المنظمات؟ كيف تطبق عندكم في الهيئة العامة للزكاة والدخل؟ لما يعني نتكلم عن إدارة إجراءات العمل، قبل ما نقول شلون تأثرت، وش بيصير شكلها مستقبلاً بعد كورونا، خلونا نتكلم عن شكلها الآن في الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيف تطبق إدارة إجراءات العمل؟ تفضل أبو أحمد. واضح، يعطيك العافية. أول شيء شكر الإيس على هالأمسية، وشكر حتى على جهودكم في إثراء المحتوى العربي سواء في الندوات أو في الورش أو حتى في يوم الإجراءات أو في اليوم الإجراءات السنوي. يعطيكم العافية، والله يكتب أجركم ويتقبل عملكم يا رب. فيما يخص الإدارة بالإجراءات، أنا أعتقد يعني كلمة إجراءات ككلمة مستخدمة عندنا خصوصا يعني في القطاع الخاص أكثر من الحكومي. يمكن في آخر 5 أو 6 سنوات القطاع الحكومي بدأ يعني يقدر قيمة الإجراءات وبدأ يركز عليها. عندنا في هيئة الزكاة أعتقد الإجراءات في الـ DNA حق كل موظف، لأن أعمالنا أغلبها إلكترونية، ومعالي المحافظ يعني الباك جراوند حق هندسة تقنية معلومات، فهو يعني جاية من التوب على الموظفين كلهم.
اشوف انا من ضمن الدي ان اي، وهذا الشيء ساعدنا كثير في اداء العمل. ككلمه اجراءات هي يعني اعتقد كلمه روتينيه، حتى لو الشخص غير متخصص نسأل ايش معنى اجراء، يقول طريقه تنفيذ المهمه، كيف اضمن انها تتنفذ بالشكل الصحيح، ولما احد غير ينفذها ينفذها نفس الطريقه ما يتغير، لو احد جاء بعدي يقدر ينفذها. هذا مفهوم يعني خلينا نقول الاجراء بشكل عام. اعتقد اداره الاجراءات اشمل من هالمفهوم. يمكن هذا هو الشيء اللي كان مختزل سابقا، وحنا قاعدين نحاول بجهود الشباب جميعا نغير هذا المفهوم، ان الاداره اوسع من دليل مثلا يكون على ورقه معينه مثلا او يكون مخزن في مكان. اداره بالاجراءات هي انك تتاكد ان الاجراء يعمل بالشكل الصحيح، تقدر تحسنه، دائما تحاول تطوره وتقيسه. يعني هي فلسفه اكبر من مساله انها تكون على ورق. عشان كذا انا احس ان الماده ماده اداره بالاجراءات ما زالت عندنا في السعوديه في بداياتها، ودائما الناس يحاولون يبدون بالشكل الصحيح بالشكل البير. انا اعتقد ان علم ما زال في طور التطوير عندنا في السعوديه على الاقل، ابوابه واسعه، واعتقد اننا قاعد نمشي بالطريق الصحيح باذن الله. رائع جدا، يعطيك العافيه استاذ عبد الله. برضو نطرح نفس التساؤل على الاستاذ ابراهيم الحفظي، مدير التمييز المؤسسي في الهيئه السعوديه الملكيه الفكريه. مثل ما قال الاستاذ عبد الله الفنتوخي، يعني اداره اجراءات العمل عند كثير من الناس ما زالت مختزله في قضيه توثيق الاجراءات او رسم الاجراء كفلو شارت او مربعات واسهم متصله. في الهيئه السعوديه الملكيه الفكريه كيف تنظرون لاداره اجراءات العمل؟ يعني لما ندخل عندكم في الهيئه السعوديه الملكيه الفكريه وتقولون ان احنا قاعدين نطبق اداره اجراءات العمل، كيف تثبتون لنا فعليا انكم تطبقون هالشيء؟ السلام عليكم ومسك الله بالخير الجميع، واسال الله سبحانه وتعالى يجعلها عشر مباركه على الجميع. اتمنى اول شيء صوتي واضح عشان اواصل. واضح. خليني اعطيكم اياها على طريقه رحله احسن من يعني اتكلم يعني على قولتهم كلام نظري بحت. اول ما بدات الهيئه في البدايات لاحظنا في اشكاليتين يعني اساسيه. اول شيء ان بدينا نعمل في كثير من عمليات المشتريات، مثل خابر في عملية تأسيسية تحتاج تشتري تأسس تسوي أشياء جديدة، أدت هذا الشيء إلى أنه يصير في إشكالية نشوفها في إجراء المشتريات نفسها وأيضا إجراءات المالية، وبدينا نشوف نذق مرة. فإحنا على قولتهم يعني الحاجة أم الاختراع صارت لنا إدارة الإجراءات. فمشينا بعدة مسارات في نفس الوقت. أول شيء كوننا ثلاث لجان توثيق، مثل خابر الهيئة السعودية الملكية الفكرية أصلا هي اندماج، يعني احنا على قولتهم استكمال حسنات غيرنا، اندماج ثلاث جهات: اداره حق المؤلف موجود في وزاره الاعلام، اداره العلامات التجاريه في وزاره التجاره، اداره او عذر مكتب براءه اختراع موجود في مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه. اللي صار انه اول شيء سويناه خلينا قلنا وش رايكم اول شيء نكتب اجراءات الجايه من هناك لنا اللي احنا بنستلمها، نوثقها ونتاكد انها تتوافق مع هيكلنا التنظيمي، ونت انها لوائح اللي احنا تونا طورناها تونا اثبتناها ان ما يصير في تعارضات. هذا اول عمل. وفي نفس يعني الاتجاه بالتوازي بدينا عمليه تاسيس اداره الاجراءات لان راينا الاهميه. وهنا الحقيقه بدا الضغط. سعاده الرئيس عندنا اصبح الادفوكت، يعني اصبح الداعيه عندنا لاداره الاجراءات. صار الضغط من اعلى بالنسبه لنا، ما هو احنا اللي نحاول نقنع باداره الاجراءات، بل صار الوضع عكسي وصار يعني علينا الضغط. فبدينا في نفس الوقت في بناء الهيكلية الإجراءات عشان نضمن سلامة إجراءاتنا استراتيجيا وأيضا يعني هيكلتها بطريقة مناسبة. ثم بعدين بدينا نوثق ونحسن عدد من الإجراءات ونحوكم بعد الإجراءات. وهذا النقطة يعني اللي أنت قلتها، هل هي توثيق فقط الإجراءات يعني الدوتس اللي to be linked على قولتهم؟ صار عندنا الحين مسألة مبدأ جديد. ما أدري، كنا نسولف مع حسان الحميدان حبيبنا وسألناه هل صار في فكرة سابقة بأنه يكون في خدمة من خدمات مكتب أو إدارة إجراءات في أي مكان في أي مؤسسة اسمها خدمة حوكمة إجراء؟ ولذلك يعني نعم، ما أدري، على إفادة حسان يقول إحنا بدينا السابقة في هذا الشيء، صار عندنا خدمة اسمها حوكمة الإجراء. وهذا يعني أفضل أني أتركها لما نجي نتكلم عن أثر الجائحة، لأني في هذاك الموقف بدينا نرى الابليكابيليتي او قابليه تطبيق هذه الفكره، فكره حوكمه الاجراء بدل توثيقه وتحسينه
كخطوة أولية في هذا العمل. فإحنا اشتغلنا تحسين توثيق حوكمة إجراءات، وصار مسألة الإجراءات يعني بدأت شوي شوي، بدل ما إحنا ننشر ثقافتها بدأ الناس هم يجون يقول تعال وثق إجراءاتنا لقينا مشكلة من كان فلاني، بدينا نحصل حاجة ثانية. يعني ما تتخيل، بعطيك مثال بسريع عشان ما أخذ وقت من الزملاء، أنا أعتذر منهم أشد الاعتذار وهم يعني على رأسي أولى مني. الفكرة الفكرة جانا الحين إشكالية من ذلك خابر، أصلاً الدولة عندنا متوجهة أنها يعني كل جهة تأخذ اختصاصاتها الحقيقية، فمسألة المحاكم والنظر في القضايا مسؤولية محاكم عموماً، فلذلك المفترض كل القضايا اللجان شبه القضائية الموجودة في الجهات خلاص تنتقل لهناك. صار إحنا عندنا شيء من هذا القبيل، عندنا لجان شبه قضائية للحق المؤلف براءة اختراع، وفي في العلامات التجارية موجودة في كان زمان أول في وزارة التجارة، الآن صار في عملية نقل لهم، صار في إجراءات موجودة عندنا وفي إجراءات موجودة عندهم، في أشياء عند النيابة وفي أشياء يعني أشياء عند ديوان المظالم، وصار في دربكة على طول. أول ناس يعني طلب رأيهم في هذا الشيء جو يلا إدارة إجراءات تضبط العمل، كيف يروح الإجراءات عند النيابة، كيف يروح إلى آخره. صار عندنا أول شيء نظر يعني عملية الإجراء، تأكد من سلامة، تأكد من توافقيته مع اللوائح والقوانين إلى آخره. فأنا أكتفي بهذا القدر عشان يعني إثباتاً أن الإجراءات ليست فقط أني أشوفها وأجبها، ما يكون أطلع دليل في الأخير الواحد عشان يقدر يستخدمها، بل حقيقة يأثر وتحسينها وجودتها ورفع الإنتاجية. ممتاز. أنا أعتقد يمكن حالة الهيئة السعودية الملكية الفكرية حالة خاصة من بين الجهات الحكومية، بحيث أنها استفادت من إدارة إجراءات العمل من زاوية مختلفة تماماً، يعني اللي هي قضية دمج الاختصاصات لثلاث جهات. وأعتقد أن تجربتها صراحة بتكون مثرية لكثير من الجهات، اللي خصوصاً مع دمج الوزارات، مع دمج أحياناً فصل الوزارات. يعطيك العافية أستاذ إبراهيم. ما فيك بس لمحة بسيطة، وضعوا على ما سوى مكاتب الملكية الفكرية في العالم، اكتشفنا بعد البحث يعني بطلاب دكتوراه على فكرة، ما شافوا أي مثال شبيه للهيئة في عجيب. مسألة بناء هيكلية وأشبه ما يكون كتالوج إجراءات في جميع مكاتب الملكية الفكرية ومواقعها اللي قدروا يبحثون فيها. ممتاز. فإحنا نبتدأ سابقة، ونتمنى إن شاء الله يعني وش نتيجتها الحين. صار الوايب والمنظمة الملكية الفكرية عالمية ترسل وفود للهيئة اللي استفاد من تجربتها. الحقيقة مو في الإجراءات فقط، بس الإجراءات أحد يعني أحد الأشياء اللي برضه يستفيد منها الناس. ممتاز والله، شيء جميل ويرفع الرأس الحقيقة. الله يعطيكم العافية. أنتقل برضو بالسؤال للأستاذ سلطان طيار، مدير إدارة التمييز المؤسسي في هيئة سوق المال. يعني أعيد السؤال برضو للضيوف أو الحضور اللي التحقوا فينا مؤخرا. لما يعني نشوف هيئة سوق المال ويقولون ان احنا قاعدين نطبق إدارة إجراءات العمل، وش مظاهر وش أنشطة يعني إدارة إجراءات العمل اللي الآن قاعدة تطبق عندكم في الهيئة؟ لا سيما يعني الهيئة لها حساسية عالية في قضية تنظيمها لسوق المال، فبتعتمد بشكل كبير على الإجراءات، فوش مظاهر إدارة إجراءات العمل وأنشطتها اللي تتم بشكل يومي عندكم في الهيئة أستاذ سلطان؟ شكرا لك، وتقبل الله منكم صالح الأعمال. حقيقة شاكر لكم في البداية المبادرة هذه كمستمع، وشاكر لكم بصفتي مدعو أيضا الدعوة. بالنسبة لهيئة سوق المال، الموضوع الإجراءات هي برضو رحلة، خليني أخذ فكرة المهندس إبراهيم كرحلة أيضا بدت، يعني الآن صار لها تقريبا عمر هذه الرحلة 10 سنوات، لا تختلف كثيرا عن التجارب اللي ذكروها الزملاء. بداية بدأنا في عملية فهم العمل، لأنه في البداية كان العمل يتم بدون توثيق، بدون خطوات، بدون إجراءات، كان يتطلب توثيق هذه الإجراءات، عملية فهم للأعمال، وهذه استغرقت للأمانة سنوات حتى نستوعب الإجراءات ونتمكن من توثيقها. انتقلنا من مرحلة الفهم للعمل وتوثيق الخطوات، وفي هذه الجزئية أحب أني يعني أنوه بدور المراجعة الداخلية التي كانت تدفع بقوة في ذلك الوقت قبل تأسيس طبعاً إدارة التمييز المؤسسي، في أهمية وجود إجراءات موثقة حتى تصبح الملاحظات والمراجعة الداخلية قائمة على أساس إجراءات مكتوبة. طبعاً التوثيق هذا أصبح شبه عقد بين الإدارات وبين
التميز المؤسسي لاحقا من جهة، وبين المؤشرات الأداء وبين المراجعة الداخلية كذلك، فأصبحت هي المرجع التي يحتكم إليها في كل الاختلافات في عملية التطبيق. جد طبعا التميز المؤسسي استمرت في هذه الرحلة، وانتقلنا من موضوع التوثيق إلى موضوع الحوكمة، موضوع ضبط التغيير في الإجراءات، انتقلنا كذلك إلى موضوع ربط مؤشرات الأداء والقياس الأداء بالإجراءات، بحيث أنه يكون مؤشر الأداء مرتبط بإجراء مكتوب وموثق. آخر شيء طبعا انتقلنا له هو موضوع التحسين، وهذا طبعا موضوع التحسين موضوع جدا معقد وشائك، لكن بدينا الآن تقريبا صار لنا 4 سنوات مستمرين في عمليات التحسين. عمليات التحسين في عندنا منهجية معتمدة للتحسين، عدة منهجيات معتمدة للتحسين عندنا، ومستمرين في عمليات التحسين تشمل طبعا تحسين السياسات، تحسين الإجراءات من جهة، تحسين الخطوات. آخر خطوة وصلنا لها واللي يمكن نجي عليها لاحقا هو اللي ذكروها الزملاء، عملية الشمولية. الآن عندنا الإجراءات مكتوبة على مستوى الإدارات، كل إدارة لديها إجراءات موضحة، لكن هذه الإجراءات ليست إجراءات معزولة وليست منفصلة أو متعلقة بهذه الإدارة فقط، وإنما هي إجراءات مرتبطة بإجراءات إدارات أخرى. ولذلك انتقلنا مؤخراً من نهاية العام الماضي وبداية هذا العام ومستمرين بالعمل إلى بناء نموذج أعمال الهيئة Business Process Model لكل عمليات الهيئة وربط جميع الإجراءات فيما بينها. هذا طبعاً أخذنا هذا النموذج والآن نحاول أن نفعل تطبيق هذا النموذج على مستوى عمليات الأتمتة، عمليات دعم عمليات الأتمتة من خلال هذا النماذج، من خلال هذا النموذج، وتقييم أولويات مشاريع أو طلبات الأتمتة، ونحاول أن نختزلها في أقل عدد ممكن بحيث أنه نستطيع أن نضاعف الفائدة من الجهود المبذولة عند الزملاء في تقنية المعلومات. هذا بشكل عام تقريباً عن العمل الذي تم والذي يتم إلى هذه اللحظة. ممتاز، الله يعطيك العافية، شكرا لكم جميعا. ننتقل للمحور الثاني، يعني بعد ما أخذنا لمحة عن يعني معنى تطبيق إدارة إجراءات العمل، يعني إدارة إجراءات العمل ليست مفهوم أكاديمي، ليست مفهوم نظري، هي فعلا واقع يطبق، وكثير من الجهات الآن تميزت واستطاعت أنها تقدم خدمات رائعة للمستفيدين منها، وتوفر في النفقات، وتحسن من تجارب العملاء. لما نجد يعني ونفتش عن السبب نجد أنها متميزة جدا في ضبط إجراءاتها وإدارتها بشكل متكامل. أنا يعني أخذت لمحة على الأسماء اللي حاضرين، أعرف يعني بعض الأسماء وأعرف أنهم يعملون في إدارة التمييز المؤسسية أو أحيانا إدارة إجراءات العمل بشكل أدق، وأعتقد أنهم لديهم نفس الهاجس، يعني مثل ما تعرفون لنا يعني شهرين والأمور كلها متغيرة، الدنيا كلها متلخبطة بعد جائحة كورونا، وبالتأكيد في كثير من الأعمال تغيرت، يعني كثير من الإدارات، كثير من التخصصات أصبحوا يعملون بطريقة مختلفة، سواء مثلاً على سبيل المثال الإدارة القانونية، المشتريات أصبحوا يعملون بطريقة جداً جداً مختلفة لما فرضت يعني أنظمة أو خلينا نقول فرضت طريقة العمل عن بعد. بودي يعني من وجهة نظرنا إحنا كيعني إدارات في التميز المؤسسي وإدارة إجراءات العمل، كيف تأثر عملنا؟ يعني كيف فعلاً مش مدى التأثير؟ هل تغير شيء؟ هل والله التأثير بسيط؟ هل ما راح يكون أساساً في تأثير؟ بنبدأ مع الأستاذ عبد الله الفنتوخ، مدير التمييز التشغيلي في الهيئة العامة للزكاة والمدخر. طيب ممتاز، أنا ودي أبو جوهر تسمح لي، ما شاء الله الحضور تجاوز 100، إذا ممكن في دقيقتين ممكن هذه النقاط تفيد الزملاء اللي يعملون أو بيبدون إن شاء الله في إدارة الإجراءات. ودي أتكلم عن نقطتين، وإذا الأخوان عندهم نقاط يضيفون عليها، اللي هي كيف تبدأ إذا أنت ما بديت، أو وش الصعوبات أو التحديات اللي تواجهك. كم نقطة بس أنا كاتبها بشكل سريع، وبعدها بنتقل لنقطة كورونا وأثرها لأنها مرتبطة. أنا أعتقد في 3 نقاط في كيف تبدأ. أول شيء لا تنتظر الكمال، هذه نقطة جدا مهمة، إنك تبدأ في بيرفكت خلنا نقول موشن، ما انت بادئ الا في 20-30، هذا من بديت اصلا. فابدا الان، ابدا باللي عندك، ابدا باللي تقدر عليه، سواء يعني في سبل كثيره، اما انك تجزئها بالادارات او انك تجزئها بالفانكشنز او انك يعني في حلول كثيره، المهم انك لا تنتظر الكمال ابدا. الشيء الثاني ابدا بالاهم، وتقدر تحدد الاهم اما باهتمام القياده التوب مانجمنت، لان السبورت حق التوب مانجمنت جدا مهم في انجاح عمليه الاداره بالاجراءات، او شوف وين الاثر، سواء كان الأثر مادي سيف الكوست أو الأثر
ربحي ريفينيو قاعد يدخل على الجهه. في انا بالنسبه لي من متعه العلم او فلسفه الاداره بالاجراءات ما فيها صحه وخطا، في اساسيات طبعا ما تقدر تتجاوزها او تبني لك العلم، لكن في مساحه كبيره للابداع والتفكير، وهذا يعني ميزه كبيره في الاداره بالاجراءات، تخلي الواحد ما يحس يقول طب هذا صح او هذا خطا. اللي تغلبها العبه ها، ممكن، بس في النهايه هدفك واضح، هدفك تحسين، هدفك تطوير، فهذه نقطه جدا مهمه. هذه بس بشكل سريع كيف تبدا الصعوبات والتحديات، يعني ما في حياه ورديه. من الصعوبات ان العاده الناس تستعجل النتائج، انت بتجلسني في ميتنج روم ثلاث ساعات اربع ساعات تسالني اسئله واجد، ثم تقول لي خلاص ان شاء الله بتشوف الافكت عقب 6 شهور. يا حبيبي بعيد 6 شهور، هذا في التحسين استاذ عبد الله ولا في التحسين، او حتى في الاثر التوثيق احيانا، او حتى في اثر الحوكمه قفلنا. يعني اصحاب المصلحه نفسهم كذا ما عندهم صبر، ان يعني صح، وحتى مو اصحاب المصلحه احيانا حتى التوب مانجمنت يبغى يشوف النتائج، فهي طبيعه الانسان، خلقنا الانسان عجوله، فهذه من طبيعه الانسان انه عجل، دائما يبغى يشوف النتائج. نقطه جدا مهمه، الاتمته لا تعني اداره الاجراءات في العمل، هي جزء منها لكن لا يتساوون، يعني مو دائما لما ندير اجراء الحل حقه هو اتمته، الاتمته واحده من حلول كثيره، فهذه نقطه مهمه. يعني بعض الناس يقول والله لا تضيع وقتي، في النهايه انت بتجرني الى اشتري سيستم انا ما عندي فلوس، انت بتجرني الى لايسنس وبروكيورمنت وبروسيس طويله. لا لا يا حبيبي، تقدر تبدا باشياء كثيره وفرص كثيره. مشكله الفلسفه هذه مدحناها وقلناها فلسفه تعطيك مساحه، بس فيها عيب انها لها محاور كثيره، تحتاج وقت لين تنضج، تحتاج وقت لين تشوف قيمتها. محاورها حتى كثيره تلخبط الواحد، يقول انا ابدا اوثق ولا ابدا احسن ولا ابدا ادير ولا اقيس كي بي اي ولا اسوي كاسكيد الاستراتيجي، بيضيع الواحد. عشان كذا انت تحتاج انك ترتب اولوياتك وتكون جدا واضح مع ستيك هولدر عشان تقدر يعني توصل للهدف. مهم جدا التكامل مع بين ثلاث ادارات في اداره اجراءات العمل، لازم يكون يعني في تواصل مستمر بين هالثلاث جهات، الاستراتيجيه الاداء والاي تي، هذول الثلاثه لازم يكون بينهم تكامل دائما عشان تقدر يعني ما يصير في ريبيتيف وورك دوبليكيت وورك هنا وهناك، تقدر تنجز بشكل سريع. طيب سعد الله بس تسمح لي، النقطة هذه جدا مهمة، وانا عارف انه يمكن خارج خلينا نقول المحور لكنها مهمة جدا. انت ذكرت ان لابد التنسيق مع تقنية المعلومات، تنسيق مع إدارة الأداء او المختصين بإدارة، احيانا بعض الجهات عندهم شيء اسمه مكتب إدارة الاستراتيجية هو المعني بالأداء، صح؟ ليش هذا التنسيق يعني بينها وبين إدارة مكاتب إدارات العمل او إدارات إجراءات العمل او إدارة التمييز المؤسسي؟ طيب يعني هو في الغالب الواحد لما يبني الإجراءات إحنا نحرص إن نبنيها ك value chain، يعني كمنفعة، ما نحاول نبنيها ك يعني مثلاً أنا ما يهمني كشخص مستخدم، يهمني إن الإجراء يدخل في HR ثم يطلع من HR يروح للفاينانس ثم يطلع من الفاينانس مثلاً يروح إدارة ثانية، أنا يهمني الخدمة تتنفذ لي بغض النظر وش الإدارات اللي تمر فيها. عشان تقدر تبني هالvalue chain تحتاج أول شيء تعرف وش المانديت، ليش الجهة اللي أنت موجود فيها exist أصلاً، وتعرف وش استراتيجيتها، تحول هذه الثنتين إلى إجراءات. فعشان كده التنسيق جداً معهم مهم معهم. لما قلنا نبدأ بالأهم والأكثر أثر، مين بيعطيني الأهم والأكثر أثر؟ قياس الأداء KPI الاستراتيجية حقتي، فهم كلهم متكاملين مع بعض. ناهيك عن السبورت اللي ممكن يعطونك إياه وال يعني القيمة اللي ممكن يساعدونك فيها أثناء العمل. ممتاز جداً. طيب إذا نعود تفضل يعني إضافة لهذا الشيء، خليني برجع مرة ثانية لسالفة الحوكمة اللي قلناها قبل شوي. واحدة من المبادئ اللي إحنا يعني حاطينها في خطة التطبيق الجاية إن نبدأ مسألة عملية الحوكمة. إذا سمحت لي أشرح المبدأ هذا اللي على حسب فهمنا إحنا بالهيئة. حوكمة الإجراء تعني عدة أشياء، تدرس الإجراء يعني محيطه والكونتكست حقه، يعني سياقه بشكل عام، مداخله ومخارجه وأهم محتوياته من الشخص الأهم المسؤول عنه اللي يسميه إحنا المالك. ثم يمكن هذا هو المحور الأساسي في حكم الإجراء، أهم مؤشرات أداء هذا الإجراء بالذات اللي من خلاله، وهذا اللي يعني أبدأ من حيث انتهى كلام الأستاذ عبد الله لما قال وش الإجراء اللي تبدأ تعمل عليه في البداية، وش اللي له الأولوية على حسب الإمباكت إلى آخره. احنا كم يعني من قياس ليش احنا نبغى نسوي، ان لازم نحوكم الاجراءات ومن خلالها نشوف هل نحتاج توثيق ولا تحسين على حسب الترند حق او اتجاه الكي بي اي للاجراء المحوكم. اذا اتجه لاتجاهات يعني غير منطقيه، ثبات دائم، معناه انا قاعد اقيس شيء غلط،
اذا نزول او يعني قاعد متوجه للاصفر والاحمر والى اخره، الى اخره من على قولتهم من دراسه الانحراف المؤشر، هذا هو اللي يؤثر بعدين والله هذا الاجراء يحتاج تحسين ولا يحتاج توثيق، ولا نبدا الحين ننبش الاجراء من تحت ونشوف وش المشكله اللي يحتاجها حتى يرجع اداءه. ممتاز. طيب رائع جدا، الله يعطيك العافيه. ابغى بس ارجع مره ثانيه للسؤال، يعني انا صار هالاسابيع اللي راحت تواصل يعني مع بعض الزملاء وبعض العملاء السابقين في مجال اجراءات العمل، والله اللي خايف واللي تشكى واللي يقول انحسنا ما يعني ما عد عرفنا نشتغل، وكثير من الادارات اعتقد انهم تضرروا. فاستاذ عبد الله، يعني في عندكم في الهيئه العامه لزكاه الدخل، هل فعلا تغير الوضع بعد ما صار العمل عن بعد، بعد ما صارت جائحه كورونا؟ ودنا نشوف هل في تاثير ولا لا، لان المحور اللي بعده نبغى نشوف يعني وش اللي بيصير في المستقبل. طيب جميل. التأثير أعتقد يعني حدث، ممكن من المميزات اللي ساعدتنا في الهيئة أن أكثر عملنا كان يعني تقني أو عن بعد، كل خدماتنا إلكترونية، فما كان عندنا مشاكل في الحضور مثلا في بعض الأشياء impacted زي الدورات التفتيشية أو مثلا تطوير الأنظمة إلى آخره، هذه أشياء تلتزم الحضور والزيارات إلى آخره. لكن من الأشياء اللي فادتنا في توثيق الإجراءات لما بدينا نشتغل على البزنس كونتينيوتي مثلا، هذا واحدة من الأمثلة. لما بنينا هيكلية الإجراءات في الهيئة حطينا جزئية مهمة تختص بالريسك في حال المخاطر أو الكوارث لا سمح الله، إيش خطط التنفيذ؟ يعني حتى كان في كثير من الأمثلة، قلنا نقول لو في يوم من الأيام يعني انقطع الكهرباء عن الأجهزة التقنية، ما صار في إنترنت في داون تاون سيستم، هذه الأشياء كلها ساعدتنا. يعني ما كنا متوقعين كورونا طبعا، بس كنا حاطين خطط للأزمات والكوارث، وواحدة منها بنينا البزنس كونتينيوتي، هذه ساعدتنا كثير في الهيئة سواء كإجراء أو كإدارة، يعني أو كفانكشن في إدارة الأزمة. أعتقد يعني يمكن الشيء الإيجابي في الأزمة عطتنا جانب ثاني ما كنا متوقعينه في إدارة إجراءات العمل. في البداية يعني أول أسبوع تذكر يعني كنا شوي متلخبطين صراحة، يعني هل نكمل ورش التوثيق ورش التحسين ورش الحوكمة، نوقف، هل مسألة أسبوع أسبوعين وحنا راجعين، فكان فيه شوية لخبطة. برضو من الأشياء الإيجابية عندنا في الهيئة الحمد لله عندنا الانفستراكشر مرة ممتاز من ناحية التقنية، فالفيديو كولز عندنا كانت مرة ممتازة، ما حسينا بمشاكل، استفدنا كثير من الورك انجن. يعني تو قلنا ان دار الاجراء لا تعني الاتمته، بس الاتمته كانت جدا مهمه، استفدنا كثير من الورك انجن اللي كانت عندنا، ورك فلو انجن، صرنا نقدر نتابع اعمالنا عن بعد سواء اعمال الداخليه الاتش ار خلينا نقول سيرفيسز او التكنيكال سيرفيسز، طبعا بما يخص خلينا نقول اللي نسميهم مكلفين عملاء الهيئه. من زمان احنا عندنا نظام ساب وايراد، فاموره كويسه وعن بعد ما فيها مشاكل، بس نتكلم عن الامور اللي واجهناها داخليا كموظفين اكثر. فهذه الاشياء ساعدتنا. برضو من الاشياء اللي كثير ساعدتنا الاستفاده من وجود تقارير وداشبورد، يعني عندنا كان التابلو فادنا كثير، الباور بي اي فادنا كثير في متابعه العمل، وحتى نظم العمل صار الجميع يتكلم لغه واحده، يمكن هذه كان اكثر شيء ساعدتنا في هذا. استاذ ابراهيم، وش الوضع عندكم في الهيئه السعوديه الملكيه الفكريه؟ انحستوا بعد كورونا ولا إدارة إجراءات العمل كأنشطة وكمتابعة ما صار عليها ذاك التغيير الكبير؟ خليني أنا بناقش السالفة من جانبين. أول شيء تأثر الإجراءات بالأزمة وتأثر إدارة الإجراءات بالأزمة. فمن ناحية يعني الإجراءات، في أنا ما في قبل الأزمة يمكن أو الجائحة ثلاثة شهور أربعة شهور صار عندنا إشكالية متعلقة بأماكن العمل عندنا في الهيئة، نفس على قولتهم ورك ستيشنز هذه او العذر عن الطاولات ولا يعني اماكن الموظفين المكاتب. اللي صاير انه صار في قله وما كملت الادوار عندنا الى اخره، فكنت يعني تقييم بشكل احاط على نفسي واجب اروح كل شوي عند الرئيس التنفيذي عندنا اقول له شفعل العمل عن بعد، فعل العمل عن بعد، الفاحصين يشتغلون 24 يعني طول وقتهم على السيستم، فعل العمل عن بعد. تمام. وكان في يعني هو عنده يعني إيمان بسالفة في شيء أشياء تتعلق بالهاي تاتش وفي أشياء تتعلق بالهاي تك، يعني مسألة إنه خبرة عملية كبيرة تقنية وفي أشياء تحتاج الأخذ والعطف. كان التصور المبدئي إنه مع عملية الفحص بالذات اللي هي العمليات الأساسية عندنا
هي يعني تحتاج لعملية أن الواحد يروح مع مديره ويناقشه ويناقش عملية الفحص إلى آخره، لأن عملية علمية يعني دقيقة. اللي صار أنه دخلت الأزمة وصار أنك تتواصل مع الناس أسهل، لأن كان عندنا إشكالية غرف اجتماعات أول ما نقدر، وتذكر أبو الجوهرة كنا ننزل بعض الغرف تحت أماكن استقبال العملاء إلى آخر عشان نلقى مكان نجلس فيه. الحين خلاص تقع على واحد من سكايب، جمع اثنين ثلاثة، صار عندك كونفرس كول، سو اعرض اللي تبغى استخدم الوايت بورد، استخدم كل شيء، انتهينا. هذا من ناحية. لكن أنا أتكلم أرجع مرة ثانية، تستأذن في تأثير إجراءات وفي تأثير إدارة الإجراءات. في أشياء السيستمز اليدوية اللي تحتاج مقابلة الناس تأثرت جزمة، الناس اضطروا انه يطلعوا تصاريح عمل ويروحون الاماكن، ثم بعدين قد يضطر الناس انهم يطلبون تصاريح عشان يروحون يراجعون هذه الاماكن. ولكننا فعلنا القنوات الالكترونيه، حاولنا بقدر الامكان الايميل يتفعل، تويتر يتفعل، كانك تستقبل عملاء بس عن طريق هذه القنوات مهما كانت سرعتها. في شو اسمه مثلا بعض الاجراءات اليدويه داخل الهيئه، مثل يعني التوقيع على المعاملات، لا ايش كيف نتعامل معها، صار توقيع بالبي دي اف، اكتشفنا انه سهل جدا. الايميل لاثبات هذا التوقيع، لأن الإيميل أسلوب رسمي، ثم الحين بدينا نفكر في التوقيع الإلكتروني، وضغط أكبر صار الحين على قنوات التواصل هذه، صار إحنا نوجه الناس اللي كانوا يقابلون العملاء راحوا استقبل، كانك استقبلهم بس على قنوات التواصل هذه. الواقع أن الإجراءات الداخلية اللي كانت مؤتمتة زادت إنتاجية الناس اللي هم فيها، مثلا الباحثين زادت إنتاجيتهم لا من ناحية جودة ولا من ناحية productivity إنتاجية، ولكن من الجانب آخر إدارة الإجراءات برضو تأثرت من ثلاث نواحي. أنا تكلمت عن الإجراءات، أما إدارة الإجراءات تأثرت في شيء سهل. تسمح لي يا أستاذ إبراهيم، منهم اللي زادت إنتاجيتهم؟ الفاحصين. أساس العملية عندنا الفاحصين اللي يفحصون براءات الخبراء. اللي يفحصون براءات الخبراء. هذول عملهم ميداني يعني ولا؟ لا لا لا، ما أتكلم عن المفتشين. لا، أنت الحين أي. عندك براءة اختراع. أي. تبي تقدمه عشان تتأكد هذه البراءة غير مسبوقة، novelty aspect حقها. هم يبحثون في databases عالمية، في قواعد بيانات عالمية، عشان يتأكدون أن هذا البراءة اختراع اللي تقدمته شيء جديد ما هو مسبوق فيه. هي عملية علمية، حتى الناس يشتغلون فيه تلقاهم مهندسين ناس دكاترة. إجراءات الفحص إذا تأذن لي يعني هي تعتبر من الإجراءات اللي ما تأثرت بشكل كبير عندكم في نقول الهيئة. نقول زادت إنتاجيتهم بسبب تأثرت. تأثرت الواحد ترى بالذات الفاحص. انت تخيل شخص، احنا كلنا اغلبنا ظاهر خريجين حاسب آلي، فدائما تخيل جيك اللي هو الديفلوبر، تمام، اللي نظارات وشعره حوسه اينشتاين له شوي، تمام. فنتخيل انه واحد يبغى كذا، يبغى يسكر المكان اللي حوله وحط سماعات في اذنه عشان ما يسمع احد، ويبغى مركز يانا وياك تقطع من عمليه الكودينج ولا يعيد الكود من اول جديد، تمام. فهذا الفاحص ترى مو بعيد عن كذا، يحتاج انه يركز، انه يبحث في في ملفات علميه حقيقيه، في داتابيسز عالميه متعلقه ببراءات الاختراع. على فكره للمعلومات ان تقريبا ترى 66% من من قاعدة البيانات العلميه، النولج العلمي، المعرفه العلميه موجوده في براءات الاختراع المنشوره. هذه حقيقه هي يعني. طيب وش سبب ان ما تاثرت انتاجيتهم، بالعكس زادت؟ يعني هذا صراحه شيء مثال ملفت لإجراءات عمل موجودة في أحد الجهات الحكومية، لما صار العمل عن بعد زادت الإنتاجية، في المقابل في إجراءات كثير انخفضت إنتاجيتها. فودنا إحنا كمتخصصين في الإجراءات أن نعرف السبب، يعني ليش زادت الإنتاجية، هل فعلا هي الأتمتة ولا أشياء أخرى؟ أنا ما ودي أدخل في مغالطة الكوريليشن، العلاقة غير يعني غير الصحيحة يعني في الأشياء. يمكنها وافقت الأزمة ارتفاع الإنتاجية بسبب أسباب أخرى، لكن انا احكي الواقع. لما الناس رجعوا بيوتهم زادت انتاجيتهم، بس يبدو لي من اهم الاسباب، احنا يعني هذه الامور عموما تحتاج انها تدرس علميا، لكن او يعني على ارض الواقع يبحث عن الروت كوز، الاسباب الجذريه هالشيء. لكن في الاخير الواحد لما يكون يعني غير مشغل بسواليف الناس اللي حوله مثل الباحثين، لانهم ترى يعد باحث هذا، فعندما وكل عمليه بحثه موجوده في الجهاز اللي قدامه، في الشاشه اللي قدامه، فالآن خلاص انت صفيت ذهنه من كل الشواغل الثانية. هذا اللي صار عندنا من عملية البحث، صارت انتاجية أعلى. يحتاج يتواصل مع واحد يفتح قناة الاتصال ويسكرها مباشرة، ما هو قدامه تنفتح بأي يعني بأي طريقة ولا أي شيء يشغله قدامه في ينشغل عن عملية البحث حقته. لا، الحقيقة انه يفتح قناة الاتصال ثم يسكرها تماما، ما يشوفش اللي وراها. وهذا اللي صاير، هذا اللي نتكلم عن ارتفاع الانتاجية. بس بسرعة، تأثر الإجراءات، إدارة الإجراءات وليس الإجراءات. نعم. اي صار في اشياء اسهل، في اشياء صعبت، في اشياء لم تتاثر.
من ناحيه اسال احنا زي ما ارجع مره ثانيه كان عندنا اشكاليه ورش عمل والزملاء ذكرها قبل شوي الاستاذ عبد الله، لان عندنا مبنيه على الكورليشن الانشاء الجماعي الخلق الجماعي مساله بناء الاجراءات، فنحرص ان تكون عم بناء ورش العمل عشان نكسب الناس ونضمن كسبهم ويعني انهم يكون يعني عندهم الولاء والالتزام لهذا الاجراء اللي تم بناءه. هذا اذا جيتوا توثقون اجراء يعني تجمعون كل اللي داخلين في هالاجراء هذا في مكان واحد في طاوله واحده في ورشه عمل على اساس تاخذون المعلومات منهم مره واحده. بالضبط. اللي هل هالشيء هذا تاثر الان يعني يوم صرت تشتغل من بيوتكم؟ ايجابيا. انا اقول لك ليش؟ لانك صرت تجمع ناس ما ما ما, ما نتورط في مكان الاجتماع الحين، ولا في اجتماع بعدك ولا في اجتماع قبلك الى اخره. افتح شو اسمه بالنسبه لنا عندنا سكايب بزنس، افتح سكايب بزنس وجمع الناس. النماذج بدل معلقه وتروح علقها وكذا، عندك نموذج الكتروني. الاعداد الورشه صار اسهل، تدعو الناس وعلى طول يجونك. فالى درجه اللي وصلنا احنا من يبدو لي من اوائل الناس اللي صار يعني عندنا نماذج كامله وتوثيق، عذرا، تحسين اجراء كامل عن طريق الاونلاين. كان اجراء معالجه الشكاوى والبلاغات، تمت عملية ورش العمل سبرنت بيب هذا كامل تم عن طريق أونلاين. في أشياء صعبت إن أنت عشان يعني تسوي الخلق الجماعي الإنشاء الجماعي الكو كرييشن ما الحين ما تحس بإحساس الناس وهم بعيدين عنك، فما ما تقدر تبث المشاعر زي أونلاين مثل ما هو قدامك وتشوف وش وجهة نظرهم، برضو ما تضمن تركيزهم معك في نفس الوقت. اما الاشياء اللي لم تتاثر، اعمال المكتب الخلفي مثل ما ذكر الاستاذ عبد الله قبل شوي، صار يعني الاعمال الخلفيه اونلاين، هي اوريدي اونلاين، فتوثيقها والكتابه واستخدام الاداه اداره الاجراءات الى اخره ما تاثرت. انا اكتفي بهذا. الله يعطيك العافيه، رائع جدا. ما زلنا على نفس في نفس التساؤل، ونبغى نشوف من زاويه هيئه يعني هيئه سوق المال او هيئه السوق الماليه. أنا أعرف أنها من الجهات اللي عندهم صراحة شغل كثير في مجال التمييز المؤسسي وإدارة الإجراءات بشكل يومي، فأعتقد أنها من الجهات اللي تغير عليها الوضع أو تأثرت بعد ما صار في عمل عن بعد وبعد ما صار في يعني ظروف جائحة كورونا. فودي أستاذ سلطان تسلط الضوء يعني على وش مدى التأثر عندكم كمدير التمييز المؤسسي في الهيئة، فريق العمل عندكم، وش الصعوبات؟ هل في تأثر كبير ولا الموضوع سهالات؟ جميل جدا. طبعا التأثر بشكل عام، خلني أبتعد عن موضوع الهيئة من خلال ملاحظة من الهيئة وغير الهيئة، من خلال التواصل مع بعض الزملاء في بعض الجهات. التأثر يعني بشكل أساسي أو بنسبة 70 إلى 80% يعتمد على الجاهزية التقنية للمنظمة. أعرف منظمات ما قدرت تشتغل عن بعد، منظمات حكومية ما قدرت تشتغل عن بعد نهائيا، لدرجة أنه صار في عملية شفتات، موظفين يروحون ويجون. في الجهات الثانية لا، كانت الجاهزية التقنية عندهم متوسطة. في الجهات لا، الجاهزية التقنية كانت جدا ممتازة، وأعتقد الهيئة من النماذج الجيدة في هذا المجال. الهيئة من فترة وهي شغالة تقريبا من سنتين وهي شغالة على هذا الموضوع، كل متطلبات العمل عن بعد سواء وسائل التواصل سواء موضوع التوقيع الإلكتروني وما يتطلب من إقرار، هذا كله تمت معالجته بشكل مسبق. لذلك ما واجهنا صعوبة من الناحية التقنية أو من الناحية الإجرائية بين قوسين. من وين جت الإشكالية؟ طبعا لا شك أنه في تأثير، الأزمة هذه صار في تأثير. أول أسبوعين كان في خربطة. الخربطة كانت في جزئيتين، في تقبل الناس ما هي متقبلة أنها تشتغل من بيوتها، ما حد متقبل يشتغل من بيته، فيه ربكة، الأماكن غير مهيئة، البيوت غير مهيئة للعمل، هذا من ناحية. من ناحية ثانية جاهزية الأفراد للتعامل مع التقنية، هذه واجهنا فيها أزمة. نسبة كبيرة من الناس ما كان عندهم هذه الجاهزية أنه يتعامل مع سكايب بزنس، أنه يبدأ يدخل في اجتماع ويبدأ يتكلم في اجتماع أو يحضر اجتماع مجلس ويبدأ يشارك. هذه كانت ملاحظة في البدايات، لكن على مستوى العمل من الناحية الإجرائية ما توقفت. المجلس يجتمع 3 أيام في الأسبوع، لم ينقطع يوم واحد، مستمر، لأنه كانت الأمور سهلة بسرعة، يعني حولنا من عمل مكتبي إلى عمل عن بعد. التأثر الكبير اللي حصل طبعا على مستوى العمل الجماعي، التقنيات، العصف الذهني، جلسات التحسين اللي كنا نحاول أن نستفيد من أفكار الآخرين، هذه تأثرت. ليش؟ لأنه زي ما تعرفون تقنيات العصف الذهني تعتمد على
يعني بعض القواعد اللي تضبط أو تنظم الحضور. الآن أصبحنا نسويها عن طريق سكايب بيزنس، عن طريق تواصل عن بعد. وين الإشكالية صارت؟ الإشكالية اللي حصلت أنه التواصل الهاتفي أو وسائل التواصل دائماً تأخذ طابع الحوار. أنا أتكلم، الآخر يسكت، ما نعرف يعني ما في طريقة أنه والله تقول الفكرة ما ينتقدها الآخر. أحياناً تجي لحظات صمت كذا يصمتون، ما ندري هل هو سؤال هل هو إجابة. هذه مع الوقت ربما أنه بعد ما نعتاد على الوسائل هذه راح تنحل المشكلة. وأعتقد أنه حتى طريقة توليد الأفكار أو العصف الذهني ربما برضو يعني هناك تقنيات أو حلول تعالج القصور في هذا الجانب. على مستوى الإنتاجية للأفراد، يعني لفت الزملاء انتباهي على هذا الموضوع، صار في دروب في الإنتاجية في بعض الأفراد، صار في دروب واضح، خاصة أنه تعرف الناس ليسوا بأفضل حالاتهم النفسية. حنا ما انقطعنا عن العمل عن بعد من باب ترف، من باب ضرورة، وفيها يعني حالة من الخوف والقلق، هذا في جانب. لكن بالفعل في ناس زادت إنتاجيتهم، ولما قعدنا نحلل يعني سوينا تحليلات بسيطة حنا داخليا على أفراد اللي نعرفهم اللي نشتغل معهم في فرق العمل، في ناس زادت إنتاجيتهم، لكن بطبيعة هؤلاء الأفراد يعني ليسوا تيم بلاير، يحبون يشتغلون في سايلو، غالبا يكونوا استشاريين أو مستشارين. هذولا دائما يعني يحب يشتغل بشكل معزول. لما أتيحت له الفرصة أنه يعمل بشكل هادئ بدون مقاطعات في المنزل، زادت إنتاجيته إلى الضعف. لاحظنا في زيادة في الإنتاجية عند بعض الأفراد. أنا في أشخاص ما كنت أتخيل أنه يخلص ملف أو معاملة أو يدرس موضوع بهالسرعة هذه، صار ما شاء الله 3 أضعاف ينتج. سيد سلطان، في ناس يقولون زادت إنتاجية الناس لأنهم فاضين محجورين في البيت ما عندهم شيء. في ناس يعني يعني يحب ينجز، فتعرف شعور بالإنجاز برضو يزيد. أكيد يزيد من السعادة. طبعاً هذا جانب مهم، إنه زادت ساعات العمل. يعني إحنا الاجتماعات مفتوحة من الساعة 10 الصباح إلى الساعة 12 بالليل، الاجتماعات كلها مفتوحة. هذا جانب مهم جداً. على مستوى الإجراءات الآن يعني اللي لاحظنا فيه تغيير كبير جداً فيها. الإجراءات كانت تتم يعني بشكل كتلة، ما إدارة أو فريق عمل يقوم بالإجراءات. الآن لا، أصبح العمل يتم عن طريق تاسكس. بدأت تتفتت هذه الخطوات الإجراءات إلى مهام صغيرة على شكل تاسك. لأنه لو تبغى تتخيل الموظفين إنه عبارة عن نقاط موجودين في منازلنا، والعمل قاعد يتحرك فيما بيننا، وفي إنتاجية، في مخرجات قاعد تطلع. وبالتالي أصبح العمل بشكل كبير جدا يدار عن طريق التاسك أكثر من اعتماده على العمل الجماعي أو على النقاش. هذا بشكل عام عن هذا المحور. رائع جدا، الله يعطيك العافية. المحور ما قبل الأخير، المحور الثالث معنا، يعني خلونا نستشرف المستقبل. إحنا يعني كناس مهتمين بالتميز المؤسسي، وهذا عملنا وهذا شغلنا اليومي، وش التغير اللي تتوقعونه يعني الآن قادم؟ بغض النظر سواء رجعنا للمكاتب، يبدو جائحة كورونا بتغير كثير من الأشياء. إحنا نبغى نشوف وش التغير، يعني لو تسمحون لي أخذ السؤال من شقين، وش التغير على الإجراءات نفسها، إجراءات العمل؟ يعني وش ممكن يصير على الإجراءات؟ هل بتتغير طريقة توثيقها، طريقة صياغتها؟ هل بتضاف والله بعد قضية العمل ريموت للعمل عن بعد؟ هذا من باب الإجراءات. من جانب آخر برضو إدارة الإجراءات اللي هو عملنا اليوم، تمام، إحنا كمدراء إجراءات أو متخصصين في إن هالمنظومة وهالمكينة هذه تمشي بشكل جيد في المنظمات، وش اللي بيتغير؟ يعني هل والله بنضطر إن نستخدم تقنية أكثر؟ فودي يعني من خلال نظرتكم مثلا سيد عبد الله عندكم في الهيئة العامة لزكاة الدخل، وش تتوقع المستقبل سواء في الهيئة أو في المجال عموما؟ هو يعني أنا أعتقد في فرص كثيرة، ويعني خلنا نقول قصص استفدنا منها في الجائحة هذه، وخلتنا نتكيف. خلنا نقول هي موجودة من زمان، يعني مثلا إحنا في الهيئة من زمان نستخدم الفيديو كول. الهيئة يعني طبيعة عملها أوبريشن حقها كثير جدا، وعندها 19 فرع على مستوى المملكة. فكل خميس عندنا مثلاً اجتماع فيديو كول على مستوى المملكة كامل، يحضر فيه يمكن 30 أو 40 شخص. فإحنا من زمان نستخدم هذا الشيء، فما هو شيء جديد علينا. لكن يوم جت الأزمة بديت أحس أنا شخصياً يعني قيمته في أشياء أخرى. صرت أقدر أخذ قرارات بشكل أسرع. مثلاً
جربنا احنا في الازمه خلال هذه الازمه ان نوثق اجراءات من خلال اجتماعات الفيديو، ما كانت في بالنا ابدا صراحه، وكنا ناجل اجتماعات التوثيق لان الاشخاص ما كانوا متواجدين في نفس المبنى، فما بالك لو انهم في مدن ثانيه ولا في فرع الرياض مثلا. الان انا بعد الازمه اعتقد اني اقدر اسوي اي اجتماع في اي وقت، مو بلازم يكون متوفر. يعني مثلا في الاوبريشن الهيئه عندنا مثلا فاحصين بعضهم ممكن يكونوا في مركز الرياض بعيد عن المركز الرئيسي، فانك تجيبه في زحمه الرياض ياخذ له ساعه رايح ساعه جاي اضاع يومه، فما احتاج انك تجي. انا مع ان من زمان زي ما قلت لك نستخدم الفيديو عندنا في الهيئه، بس هذه الازمه يمكن نبهتنا على هذا الشيء. احنا وثقنا اجراءات من خلال ورش العمل، حسنا اجراء برضه من خلال ورش العمل، حوكمنا كذا اجراء من خلال ورش العمل. تسمح لي ابو احمد، يعني انا جيد انك ذكرت حوكمنا هذه الكلمه، انا ودي اوقف عندها، لان يمكن اغلب الامثله اللي احنا نتكلم عنها من بدينا اننا والله في اداره اجراءات العمل شغلنا، يعني يمكن اللي يفهم من كلامنا هذا ان شغلنا بس نوثق ونحسن. في جانب تفضلت فيه اللي هي الحوكمه، يعني جانب من عملنا في اداره التمييز المؤسسي اننا نضمن، يعني بدون ما استخدم كلمه الحوكمه والكلمه الثقيله هذه، نضمن ان العجله قاعده تمشي. بمعنى اخر ان ملاك الاجراءات او البروسيس اونرز هذولي قاعدين فعلا يراقبون اجراءاتهم ويرفع تقارير الاداء، واداره التمييز المؤسسي قاعده تاخذ قرار. هل جانب هذا، هل البعد هذا ما يعني ما بعد سلطنا عليه الضوء، وش تتوقع يصير؟ بروح للحوكمه، بس عندي كم نقطه ودي اذكرها بس على سالفه سؤالك الاول اللي هو الاثر على الاجراءات والاثر على اداره الاجراءات. تفضل. كاثر على الاجراءات انا اعتقد اثر ايجابي، تعلمنا كيف نوثق بطرق مختلفه، هذا من ناحيه كاثر على الاجراءات. هذه حتى ودتنا للجهه الثانيه، ان التوثيق نفس النقطه اللي قبل، التوثيق يا جماعه ما هو عباره عن دليل تحطه على ورقه وتحطه في الدرج، يمكن ما يفتحها الا واحد بعد 3 سنين. التوثيق لازم يكون اكسسبل، سهل انك توصل له، سهل انك تستفيد منه، ولينك للاشياء اللي انت بيها. مثلا اجراء، خلينا نقول مثلا اجراء الحصول على دوره تدريبيه، نفترض انه في فورم معين تعبيه، أنا أقدر عشان أحصل على كل هذه المعلومات وأتمنى أن يكون عندي مكان أدخل أشوف الإجراء، لما يكون في فورم محتاج أعبيه أقدر أسحب هذا الفورم تلقائياً وأعبيه، أو أضغط لينك يوديني خلينا نقول السيستم اللي بيخليني أستخدم هذا الفورم. هذه يعني وصلنا لفكرة أنه نحتاج نرقمن، خلينا نقول ديجيتلايز إدارة الإجراءات أو الإجراءات بشكل عام. هذه مهمة جداً مهمة صراحة، وفي أنظمة كثيرة. واحدة من الأنظمة اللي نستخدمها إحنا في الهيئة بيك بلاتفورم، هذه واحدة من الأنظمة اللي تساعدك فيها، أنظمة كثيرة صراحة، ومو لازم يكون سوفيستيكيتد سيستم، ترى ممكن يكون سيستم بسيط ولكن بيساعدك في أنك توصل للمعلومة اللي أنت بيها بالطريقة المناسبة. استفدنا حتى من هذه الفرصة، وقفنا ركض، يعني إحنا دائما نركض نطور نحسن، فكانت فرصة كذا فيها واحد يوقف يبدأ يتخيل، يرجع للبزنس بروسيس أركيتكتشر، يتابع الإجراءات اللي فيه وين كنا مركزين. أحيانا الواحد ترى مع الحماس ومع حماس البروسيس أونر ينجرف إلى جهة معينة لأن في ناس ترد الصوت، فبدأ الواحد يركز وين هو رايح، فكانت فرصة جيدة للواحد إنه يراجع ويهدأ ويركز، فهذه كانت فرصة يعني ممتازة جدا. رجعنا فيها أغبطكم أخوي عبد الله، والله أنا من يوم بدأت الأزمة زين نقدر حك راسي غير أتنفس ما وقفنا. كان فرصة مناسبة لأنك تراجع الهيكلية والجودة التوثيق ومشاريع التحسين، فهذه كانت فرصة مناسبة. الإنتاجية أنا أشوفها زادت، يعني على نقطة الإنتاجية صراحة عندنا في الهيئة أعتقد يعني الوالدة وزوجتي تقول يا ريت ترجع تداوم على الأقل كنا نشوف. فالإنتاجية أتوقع يعني حالة تدرس على مستوى المملكة ككل، ما هو مستوى على هيئة الزكاة ولا هيئة ثانية، لأن يعني فيها أكثر من معيار. المعيار أول شيء الناس بتحاول إنها ما تبين إنه الأداء انخفض، فعشان ما تقدر تبين هذا الشيء فتلقى بعضهم يضاعف الجهد، هذا دور. الشيء الثاني ترى ما عندنا شيء حمي، ترى ما عندنا شغل وناكل ما نقدر نطلع. فهذا الشيء ثاني يمكن أثر على هالموضوع. فأعتقد الإنتاجية زادت، يمكن بعض الزملاء معي في الإدارة يناظرون يتوقع، يعني إن شاء الله أنهم يدعون لي ما يدعون علي، تقريبا يشتغلوا 24 ساعة، يعني اتصالاتنا في رمضان قبل السحور نوقف نشرب موية ونكمل، فصار العمل يعني متراكم. برجع لسؤالك اللي سألتني عن الحوكمة، أعتقد الحوكمة يعني كمفهوم هي فلسفة بشكل عام، هو ببساطة كيف تضمن أنك تدير إجرائك بالشكل الصحيح وبشكل مستمر. يعني أحس أهم مفهوم في إجراءات العمل هو الاستدامة. سهل جدا أني أوثق إجراء، سهل جدا أني أحسنه، ما يبغى له شيء ترى، حتى يمكن ما تحتاج تجلس مع البزنس أونر إذا كان إجراء خلنا نقول من الأساسيات زي إجراءات الـ HR والإجراءات الـ Finance.
ما تحتاج انت تطوره، بس كيف اضمن استدامته؟ كيف اضمن ان الناس قاعده تطبق التحسين اللي انت سويته؟ عشان تضمن هذول الشيئين انت تحتاج تحوكم، او خلينا نقول تحتاج تدير الاجراء. اداره الاجراء فيها يعني تولز كثيره، وما هو شيء يعني خلينا نقول اخترعنا عجله جديده، عباره اما انك تقيسها من خلال الكي بي اي الخاصه بالاجراء، او من خلال خلينا نقول مثلا اجتماع اسبوعي او شبه اسبوعي على حسب الماتشوريتي، ممكن يصير بعدين شهري مع ملاك الاجراء، تشوف الاجراء وين رايح وين مشاكله. اعتقد مكاتب التميز ومكاتب إدارة الإجراء المفترض أنها تعامل موظفين الهيئة كلهم كعملاء. شفت كيف العميل لما يبغى يبيعك منتج يتصل عليك، كيف المنتج كان معك، ترى سوينا منتج جديد، ايش رايك تبي تجربه؟ نفس الفكرة موظفين مكتب الإجراءات العمل المفترض أنه دائما يكون عنده كونتاكت مباشر مع باقي إدارات الهيئة. يعني احنا في هيئة الهيئة الشباب عندي موزعين على الإدارات، هذا اسمه عبد الله HR، هذا اسمه محمد فاينانس، شغلتك انك تروح تصبح عليهم كل يوم تتاكد ان ادائهم شيء، هذا جزء من الحوكمه. يعني هي فلسفه ما لها، لها اساسيات طبعا تعتمد عليها زي الكي بي اي المونيتورنج، كيف تحسب الكي بي، هذه كلها اساسيات وعلوم يعني خلينا نقول ما هي فلسفيه، لكن فيها جزء من الفلسفه انك تديرها بالشكل اللي انت تراه مناسب. يعني قلنا الكي بي اي مثال، اجتماعات مثال، تصبح عليهم كل يوم تجيب لهم قهوه مثال برضه. ممتاز، الله يعطيك العافيه ابو احمد. فالاستاذ ابراهيم وشلون شايف المستقبل؟ يعني خلينا نركز برضو على الاداره اكثر، يعني يمكن هي اللي تهمنا. الاجراءات يمكن يتغير شكلها، طريقه توثيقها، يمكن يدخل فيها ابعاد جديده، لكن اداره الاجراءات هذه، طريقة قياس أدائها، جمع البيانات القياس، التواصل مع ملاك الإجراءات، حوكمتهم، حثهم على أداء عملهم، كيف شايف المستقبل؟ طيب، في هنا يمكن ثلاث جوانب، وجانب رابع هي اللي أشوف يعني المستقبل فيها يعني يعني كيف أن هذه الأزمة قد تحول مسار المستقبل لاتجاه معين من ناحية الإجراءات وغير الإجراءات. لأن ذلك خابر، الإجراءات هي عملية إدارة العمل بأسلوب إجرائي، تمام؟ وفي الأخير الإجراء سيتدخل في كل أعمال الأعمال، والأعمال هو العالم اللي إحنا موجودين فيه. فأول شيء أتوقع أنا إجرائياً ستتحول أغلب مشاريع توثيق الإجراءات إلى مشاريع أتمتة، هذا اللي يبدو لي يعني. طبعاً الجائحة صراحة اللي صارت الحين أعطت أولوية ذهنية للحلول التقنية. أتوقع خلال الفترة الجاية بيصير في تسهيل أمور كراسات المشاريع التقنية، أتوقع فيه سهولة تعديل على الأنظمة التقنية، بروسيس الأجايل هذا بيصير دوميننت عند الناس جميعا. أيضا وش اسمها، تحول الحلول التقنية كلها تتحول إلى لو كود ولا نو كود، يعني يصير أشبه ما يكون الناس بيستخدمون البزنس process suits هذه زي بيجا وغيرها، اللي على طول تحط الإجراء وتحولها الانجن على طول يحولها إلى إجراء معين. أتوقع بيتحول حلول تقنية. وش السبب إبراهيم إنه تتوقع تحول الناس للإنجنز هذه؟ أنا ما يعني أنا أتكلم إن هذه أحد الأشياء اللي بيستخدمونها في الأتمتة، يعني حقين الإجراءات عشان يثبتون حضورهم لازم في هذا في عملية، لازم يدخلون في العملية التقنية عموما، ودخولهم في العملية التقنية دخولهم في السوتس هذه المتطورة اللي تأخذ الإجراء مباشرة إلى مرحلة الأتمتة. تمام؟ فأنا أتوقع يعني أنا أرجع مرة ثانية، ترى أنا كنت مأخرها للأخير لكن خليني أجيبها الحين. كل استشرافات اللي بقولها الحين برضو تحتاج evangelists، دعاء، تمام، يدعون لهذه، بالنسبة للناس يدعون إلى الله، إن شاء الله ندعو إلى الله ثم إلى يعني إدارة الإجراءات بهذه العملية، تمام. فانا اتوقع يعني خلال الفتره الجايه اول شيء لازم في ناس يعلقون الجرس ويعني ويدخلون عمليه توثيق الاجراء اكثر داخل العمليه الاتمته. وانا يعني ارجع مره ثانيه، ايش الحلول مثل هذا الشيء؟ هي البزنس سوتس هذه مثل بيجا ولا غيرها، اللي تحول على طول تقدر تاخذ الاجراء مباشره الى شو اسمه العمليه المؤتمته كاملا. ايضا خليني بعطي لمحه بسرعه، يعني مثل الخابرين الثورات الصناعيه بدأت أول شيء في البداية مثلاً في الثورة البخارية، ثم الكهرباء، ثم الإنترنت، وفي تخرصات على الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة اللي مبنية على الـ IoT، الإنترنت الأشياء، والبيج ديتا،
الذكاء الاصطناعي إلى آخره. في الأخير شو اسمه، وهذه لها علاقة بالملكية الفكرية ترى أصيلة جدا، هي يعني يعني الملكية الفكرية هي المحور الأساسي لضمان احتكارك وتقدمك للثورة الصناعية، لكن ما هو مكان النقاش الآن شو اسمه الملكية الفكرية. لكن أرجع مرة ثانية، بما أن هذه التخرصات، طبعا أنا في رأي شخصي على جنب أني أعتقد أن الثورة الصناعية الرابعة تحت هذه أحسها أوفر ريتد شوية، مضخمة. ليش أقول هذا الكلام؟ يعني الناس بدأوا يتكلمون عن الذكاء الصناعي وأنه سيستحوذ على العالم، تأخرت جدا تخرصاتهم. البلوك تشين أنه سيستحوذ على العالم، تأخرت تخرصاتهم والإرهاصات حقتها. لكن مهما كان في توجهات عموما في العالم تجاه الحلول التقنية ما نقدر ننكرها. أما نسميها ثورة ما ثورة، عد ثورة صناعية جديدة، هذه أجعلها لنقطة أخرى. النقطة الأخيرة، عذرا، الثانية، طبعا الأتمتة إيش تستلزم؟ توثيق الإجراء التفصيلي للغاية. التوجه الثاني المتوقع أنه يكون الحوكمة، واللي هو النظرة العامة للإجراء فقط، يعني العكس تماما. وعلى استفيد أنا من لفظة قالها لنا قبل استفدتها من السيد سلطان، أنه مهان تبارك، تنتهونها على الناس إجرائيا، واللي تغلب بها العبة، أن تثق في العاملين اللي عندك ممثلين أول شيء بمالك الإجراء اللي انت حكمت عليه، يعني جعلته هو يعني ينظر الى الاجراء ويرفع يعني على قولتهم العلم والاشاره اذا صار في مشكله بالاجراء. ايضا تثق في التاسيت نولج، المعلومات اللي موجوده عند الناس في تنفيذ الاجراء، هذه على طول بتسهل عمليه الاجراء، لان انت اذا ثقت العامل، اذا راه هو مباشره، يعني ما الزمته مثلا باجراء مباشر بس حكمته، اهم شيء تابع الاجراء، فهو اذا راى اي اجراء تحسيني ما يحتاج انه يرفع طلب للتغيير ويطلع يعني شو اسمه ايضا يوافق عليه فلان ولا لا، لا يقدر يحسن مباشره، لاني انا اثق فيه مباشره، يعني اخذت الى جهته. وهذه تجينا النقطه الثالثه، تؤدينا للنقطه الثالثه، ان اتوقع سيكثر سفراء سفراء الاجراءات، اداره الاجراءات، خلاص توكل مهمه اداره الاجراءات الى 80-90% على صاحب الاجراء نفسه والذي يعمل فيه مباشره، خلاص هو اللي يعني يحاول يحسنه يوثقه. يعني احنا يعني تصير مهام ادارات الاجراءات ومكاتب الاجراءات اكثر كونها يعني مهام دعم، ويمكن شيء بسيط من الحوكمه. وكل ما قللت الحوكمه كل ما سرعت العمليه الاجرائيه. مثل مخابر تويوتا خلال عام من الاعوام 2014 مليون عملي طلب تحسين اجراء استقبلوه، نفذوا 90% منها. السلام. وهذا من الأشياء العجيبة يعني. وفي الحالتين عذرا، في الحالات كلها اللي قبل شوي تحتاج ناس evangelists، دعاء زي ما قلنا، إنهم يعني يبدون يعززون. لا لا، يعني الآن جتك موجة أثرت، سوت disruption للسوق، لازم تركب الموجة هذه عشان تتأكد إنك يعني تعطي أثرك فيها. فلازم الناس يعني يبدأ يشتغلون في هذا العمل على أساس يعني يستفيدون من هذه الموجة بأعلى فائدة ممكنة. أعتذر عن الإطالة. رائع جدا، الله يعطيك العافية. أستاذ سلطان، أستاذ سلطان أعتقد الصوت عندك ميوت. أي تفضل. طيب، أعتقد أنه بشكل قطعي أنه هذه الأزمة سوف تحدث تغيير ونقلة، وفي رأيي شخصي، في رأيي شخصي أنها فرصة ذهبية لكل من يريد أن يغير. في تحديات، مجموعة من التحديات السابقة التي تواجه إدارة الإجراءات، الآن هي فرصة ذهبية لتعامل مع هذه التحديات. يا سلام. جميل. الأول تحدي طبعاً بيتعلق في إدارة التغيير. الآن بعد هالأزمة هذه أصبح في سيولة عالية جداً في تقبل التغيير. على كمثال بسيط، قبل 15 سنة كانت الناس تتحدث عن ساعات العمل المرنة يعني كأنها تابو. مع الوقت شوي 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 وصلنا، تقبلوا نص ساعة بعدين ساعة بعدين ساعتين. الآن أصبحت المسألة مفتوحة. هذا كمثال ما له علاقة بالإجراءات، ولكن كذلك يطبق على موضوع الإجراءات. أول تغيير قد يحدث هو أنه سيكون هناك نقلة نوعية على مستوى الحلول التقنية. هذا شيء قطعي ومؤكد 100% في السنوات القادمة، وممكن ابتداء من بعد الجائحة هذه سيكون هناك ضغط كبير جدا على الحلول التقنية. زي ما تفضل الأستاذ إبراهيم، المعالجة التقنية تتطلب بشكل كبير جداً وجود إدارة قوية جداً للإجراءات. هذا برأيي أنه سوف يحدث نوع من الشراكة بين
الاي تي وبين اداره الاجراءات. الان هم طرفين يعني فيما بينهم علاقه، لكن اعتقد مستقبلا سوف يكون هناك شراكه قويه جدا فيما بينهم، ورايح تاخذ اداره الاجراءات مساحه اكبر في هذه المساله، خصوصا اذا ما تكلمنا على مستوى التوثيق. الان التوثيق يتم بورق، اتوقع انه خلال الفتره القادمه سوف ينتهي عمليه توثيق الاجراءات بالورق، وسيتم اللجوء الى الحلول التقنيه اللي كانت اساسا موضع تساؤل وتشكيك من الكثيرين من القيادات في المنظمات، انه تجيب نظام توثق فيه الاجراءات وتحط فيه الاجراءات وتصير تغير في الاجراء، على تدخل على النظام وتغير في الاجراء بشكل متسارع وتحوكم الاجراء من خلال النظام، هذا ما كان متقبل، وكان يعتبر يعني ينظر له انه تكلفه اكثر منه يعني مساعد للعمل. الان لا، سوف يعني يتم تقبل هذا التوجه بشكل افضل. اداره اجراءات العمل على مستوى اداره الاجراءات اتوقع انه يجب توقع وضروره حتى تستمر في عطائها وتستمر في اهميتها، انها تنتقل من الحلول التقليديه الى الحلول الابتكاريه، يعني من التحسينات التقليديه. ما عدنا نتكلم الآن عن إلغاء خطوة، دمج خطوة، إلغاء، لا، وإنما حلول ابتكارية تغير من شكل المخرجات وتغير من شكل تسليم المخرجات ومن المدخلات كذلك. في أمثلة كثيرة خلال الفترة الماضية العمل صارت عندنا، تنازلنا عن كثير من المتطلبات، أو الإدارات البزنس تنازلوا عن كثير من المتطلبات اللي كنا نطالب إنها تلغى، كانوا رافضين، الآن أصبح فيه ضرورة بسبب الظروف الراهنة وتنازلوا عن هذه المتطلبات. لذلك أعتقد إنه الأزمة الحالية تمثل فرصة للتغيير، من لا يستفيد منها يفوت على نفسه فرصة ذهبية، خاصة على مستوى إدارة إجراءات العمل. الله يحفظ. رائع، الله يعطيك العافية. سؤال أخير، يمكن ودنا ناخذ حالة الهيئة العامة للزكاة والدخل. كثير من الجهات الحكومية والجهات الخاصة غيروا إجراءاتهم، يعني خصوصا مع فرض التباعد الاجتماعي وطريقة، يعني على سبيل المثال الآن مطار الرياض مثلا غيروا طريقة التشيك إن، غيروا طريقة. هل في هيئة الزكاة والدخل مثلا الآن في توجه لتغيير الإجراءات؟ يعني لو يجي المكلف عندكم في المبنى مثلا، هل دخلتوا على الإجراءات وغيرتوا طريقتها، عدلتوا في بعض السياسات، ولا تجدون أن هالشيء هذا مؤقت ولا يستلزم التغيير؟ ما يعني ما أتذكر تغيير ربطنا بسبب الأزمة، لأن الهيئة يعني إذا يمكن تتابعون حسابنا في تويتر أو حتى في لينكدين، من سنتين تقريباً وإحنا يعني نشجع على الخدمات الإلكترونية، الهيئة فيها أكثر من 66 خدمة إلكترونية، فممكن هذا الشيء هو اللي خلاني أنا ما أحس بأثر الأزمة على الهيئة، لأن الهيئة لو كانت تتعامل بالزيارات بالفروع وبالورق أكيد حيصير في إمباكت عظيم صراحة. لكن احنا عملنا اغلبها الكتروني، مو باغلبها، كلها صراحه. المكلف فعليا ما يضطر انه يزور فرع الهيئه الا اذا هو ما يعرف شلون يستخدم الخدمه. ومع هذا قبل سنه تقريبا او سنه ونص دشنا زاويه في بعض فروع الهيئه يعني خلينا نقول شرح للمكلف كيف يستخدم النظام، فيكون واقف معاه مثلا موظف يشرح له كيف يستخدم النظام، خصوصا في بعض كبار السن او في بعض الاشخاص اللي ما يعرف كيف يستخدم الانظمه التقنيه. فمجمل احنا ما تاثرنا، احنا دائما يعني نشجع سواء من خلال مركز الاتصال او حتى من خلال فروعنا، يا جماعه لا تكلفون على انفسكم، الخدمات الالكترونيه موجوده بتساعدكم وبتمكن العمليه. انا ما اعتقد ان هذا الشيء اثر، ويمكن الهيئه لانها يعني طبيعه عملها وقديمه نوعا ما، الاتمته كانت جزء من عمليه سابقه. في نقطه مهمه على سالفه الاتمته، اتذكر في البدايه قلت ان الورك فلو انجن شيء مره مهم اتوقع في المستقبل، بس ودي اوضح ان في فرق ما بين الاوتوميشن والديجيتاليزيشن. الاوتوميشن هذا اليوم نقول ان اداره الاجراءات لا تعني الاتمته، ولكن الديجيتاليزيشن ممكنه مع اداره الاجراءات، بالعكس هي نوع من انواع ادوات الحوكمه اللي تكلمنا عنها. لما يكون عندك اجراء يعني يتم تنفيذه من خلال ديجيتال بلاتفورم، يعني تخيل كميه الراحه اللي ممكن تواجهها، تقدر تعرف اثره الكي بي اي، الويتنج تايم مثلا لو كان سيرفيس، كل هذه تعرفها في ثواني بدل ما انك تضطر انك تروح تقيسها بستوب واتش مثلا او غيره. طبعا يعني اتوقع حتى الزملاء احنا طبيعه عملنا يعني يمكن اكثر ما هي مانيفاكتشرنج، يعني نقول والله عندنا اشياء صعبه ان نسوي لها ديجيتاليزيشن، عندنا والله بيلر يشتغل وينتج. فالجهات التشريعيه او التشريعيه والتنفيذيه كسيرفيس في الغالب ان حلول الاتمته بتنفعها كثير كتقديم خدمة وحتى تساعدها كثير في الحوكمة.
رائع جدا، الله يعطيك العافيه. انا ودي نبدا نستقبل الاسئله، بنفتح الشات، الشات بوكس صندوق المحادثات، اللي عنده سؤال موجه للضيوف. عندنا تقريبا ربع ساعة إن شاء الله بناخذ فيها الأسئلة. أنا بس فيما نستقبل الأسئلة يعني حاب على قولتهم نتكلم بشكل إيجابي، إن الحمد لله يعني إدارة صلاة العمل مهي من الأشياء أو من القطاعات اللي تضررت بشكل كبير مع العمل عن بعد. في تجارب ناجحة يمكن أن تفضلتوا فيها سواء في هيئة الزكاة والدخل أو هي السعودية الملكية الفكرية، على أن الجهد والأنشطة اللي تقومون فيها قبل الجائحة ويوم كنتوا تشتغلون في المكتب أصبح الآن برضو بإمكان أن نعملها عن بعد. حنا برضو في إيس كونسولتنج الحمد لله أطلقنا خدمة اللي هي نحسن، يمكن معروضة على الشاشة، نحسن أونلاين، هي عبارة عن خدمة لتحسين الإجراءات عن بعد. تستطيع أي جهة طلب هذه الخدمة عن طريق زيارة الصفحة هذه، لو تكتب في جوجل نحسن أونلاين تحصل تفاصيل لها، وبالإمكان أن فريق العمل يعمل معك عن بعد لدراسة تحليل هذا الإجراء وتحليله. والحمد لله عندنا تجربة ناجحة أو أكثر من تجربة في أكثر من جهة حكومية لتحسين هذه الإجراءات، والنتائج جدا جدا مبهرة، ما كان أبدا عائق العمل عن بعد. طيب أشكر ضيوفي وأحاول أستعرض الأسئلة اللي يعني حصلنا عليها. دقيقة ونوقف استقبال الأسئلة على أساس يعني يتسع الوقت. طيب أول سؤال يمكن ما هو واضح، ما هي أبرز البرامج المستخدمة؟ السؤال الثاني، الشهادات أو المهارات التي يجب أو يفضل لأخصائي إجراءة العمل امتلاكها خلال أول 3 سنوات له بالمجال. سؤال من مشعل السنيد. الأستاذ إبراهيم حاب أنك تجاوب عن السؤال هذا. حياك الله. ما أتوقع أني أنا أفضل شخص يجاوب، يمكن أبو الجهرة يمكن أفضل من يجاوب هذا، يعني بسبب الاختصاص وأصلاً هم مقدمين شهادات ودورات في هذا الشيء، فأنا ممكن على قولتهم رفعت لي أنا كبس لك ورجح لك مرة ثانية، أفضل يعني أنت أفضل من يجاوب. أنا بس نقطة واحدة، أتوقع مهارة تيسير الاجتماعات من أهم المهارات، كون مبنية إذا كان تبغى أن تبني الإجراءات ك يعني تشاركيا co-creation، فمهام يعني تسير ورش العمل مهمة جدا ومهاراتها. لكن ارجع مرة لك ابو الجهرة. الله يعطيك العافية. يعني اعتقد يمكن اللي بيبدأ في المجال هذا اول شيء نوصيه دائما انه يفهم وش معنى ادارة شركة العمل، لابد انه يفهمها، لابد انه ينظر لها على انها ترى منهج اداري، يعني مجال اداري وليس مجال تقني، فلابد انك تفهمها من الجانب الاداري، ذا يعني هو خلنا نقول الباب الصحيح للدخول. الشيء الثاني، ركز على المهارتين الأساسية في إدارة العمل اللي تعتبر مدخل لها، التوثيق والتحسين، ومثل ما قال سيد إبراهيم قضية التيسير، قدرتك على إدارة ورش العمل والاجتماعات لأنها جانب مكمل لنجاحك في هالمجال هذا. طيب سؤال الأستاذ سلطان، كيف تم إقناع المراجعة الداخلية بالرجوع إلى الإجراءات في عملية التدقيق، وما هي التحديات في بداية الأمر؟ ما أدري أستاذ سلطان واضح لك السؤال، الصوت مكتوم أعتقد عندك. نعم لا واضح جدا السؤال. طبعاً يمكن ذكرت في السابق أنه موضوع المراجعة الداخلية لما كانوا يبنون ملاحظاتهم في البدايات كانت عبارة عن وجهة نظر، يعني كل واحد له وجهة نظر في كيف ينفذ هذا الإجراء، والمراجع الداخلي كذلك له رأيه في هذه المسألة، فكانت كل الملاحظات تعالج بها عن طريق الإدارات بشكل انتقائي. الشيء اللي ما يعجب الإدارة تروح للجنة المراجعة ويبدأون عملية جدار طويل عريض في هذه المسألة. فلذلك كانت أحد متطلبات المراجعة الداخلية الأساسية، وهم من الدعاة لتوثيق الإجراءات في البدايات قبل تأسيس التمييز المؤسسي، أنه يكون في إجراءات عمل مو من أجل التوثيق. طبعاً الغرض الغاية عند المراجعة الداخلية كانت مختلفة، الغاية عندهم أنهم يبغون يمسكون الإدارات في خطوات موثقة من الممكن الرقابة عليها، من الممكن التدقيق عليها. هذا هو يعني إذا كان هذا يجيب على السؤال. التحديات طبعاً تحديات كثيرة، لأنه تتعلق أحياناً في أنه مهارة المراجع الداخلي في بناء ملاحظته على أساس مخاطر أو بناء على أساس best practices، وهذه فيها إشكالية كبيرة جداً لما يكون المراجع يروح يقرأ من البست براكتس وقد لا يكون مناسب، يعني ما يكون من أنسب الممارسات للمنظمة. هنا في إشكالية،
فيبدأ نوع من الصدام. هذا أحد التحديات اللي كانت تعالج من خلال تحسين الإجراءات أو تعديل الإجراءات بشكل مستمر. يبغى نجيب المراجع الداخلي حقك أستاذ سلطان عشان نبغى بعدين نبغى مثل مشروع إجراء جديد موظف جديد، والله مراجع الداخلي قال أنا هو اللي قال مو أنا يعني. هذه نقطة ترى مهمة على أن كيف الواحد ممكن يعني يستفيد من عملية إدارة الإجراءات في تكامل الجهات. أنا ذكرت الآي تي وذكرت الاستراتيجية وكنت أذكر المراجعة الداخلية بس خفت إنه ما تفهم بشكل صحيح، لأنه ممكن أنت تتفق مع الإدارة المراجعة الداخلية تقول اسمعوا أنا بعطيكم إجراءات منع عمركم، بس أنتم أقنعوا الإدارات إنهم يوثقون إجراءات. وين سيتويشن يعني، هذه واحدة من التوز اللي بتساعدك إنك يعني تدير العملية. يعني احنا من الجهات اللي بدأنا شراكة مع المراجعة الداخلية من البداية من 5 سنوات أو 6 سنوات. طيب رائع جدا. برضو رابط خدمة محسن أونلاين موجود في صندوق المحادثات للي حاب إنه يطلع على هذه الخدمة ويشوف وصفها ويطلبها. بقي عندنا سؤالين على أساس بس نلتزم بالوقت وننتهي إن شاء الله على 11:30 أو 11:25 دقيقة. سؤال بيكون عند الأستاذ عبد الله في قضية تغيير مفهوم الإدارة العليا، وسؤال من الجانب التقني عند الأستاذ إبراهيم، هل يوجد طريقة لمتابعة ومراقبة معاينة الإجراءات عن بعد ومعرفة إذا حصلت بها مشاكل؟ بنختم بهالسؤالين. فأستاذ عبد الله يعني السؤال هذا وهاجس كبير، وأنا دائما أقول إدارة إجراءات العمل يمكن ذكر أستاذ إبراهيم قبل شوي تحتاج فترة كبيرة إلين أنك تبيع هالفكرة وتبيع هالمفهوم وتبين أساسياته، لأنه صراحة فترة طويلة جدا من الزمن فهم أو سيء استخدامه. يعني حصر موضوع إدارة إجراءات العمل في قضية فقط توثيق الإجراءات. أنا ما عندي تفسير ليش هالشيء، بس يمكن عندي تفسير شوي قد يكون غير صحيح، أن سيطرة كثير من الشركات اللي أساسها أوديتينج أو أساسها شركات محاسبة أو شركات ضريبية في الأساس على هالمجال لفترة طويلة جعلت الناس تعتقد أن إدارة إجراءات العمل هي مجرد فقط توثيق الإجراءات. تمام؟ قد يكون هذا أحد الأسباب. فالسؤال مرة ثانية سيد عبد الله، كثير من الأشخاص يبغى يطبق هالشيء هذا في جهة عمله لكنه يعاني من الفهم الخاطئ لهالمبادرة هذه من قبل الإدارة العليا. وش نصائحك يعني بالنسبة طيب أنا قبل أبدأ بهذه أنا ودي أرجع حتى الأسباب. أعتقد ترى التجارب السابقة كان لها دور. صحيح. مفهوم التوثيق سابقا والتوثيق الورقي يعني هو اللي يمكن قتل فكرة الإدارة بالإجراءات وخلى الناس تحس أنها ما لها قيمة، أنها كانت تأخذ وقت غير طبيعي، الفائدة شبه صفر يعني تقريبا. فيمكن هذا الشيء هو أثر على مفهوم الناس بإدارة الإجراءات، والشيء اللي دائما نسعى أن نوصله للناس أن الإدارة بالإجراءات توثيق الإجراءات هو نقطة من عملية الإدارة بالإجراءات. إدارة الإجراءات أكبر وأشمل، وقد حتى الواحد يدير إجراء والتوثيق هو آخر نقطة ممكن يوصل لها. يمكن أنا محظوظ في الهيئة ما واجهت مشاكل مع الإدارة العليا، بالعكس كانوا هم يساعدوني كثير في عملية الإدارة بالإجراءات، بس واجهت صعوبات مع بعض ملاك الإجراءات. فأنا بحاول يعني كاسكيد الفكرة هذه على الأعلى، لأن التوب مانجمنت عندنا كان متفهم زي ما قلت لكم، الباك جراوند أغلبهم إنجينير وآي تي، فهم أصلاً أهل البروسيس مانجمنت. أعتقد أفضل طريقة أنك تسويها أنك تجيب كويك وين. يعني أول شيء النقطة جدا مهمة، رتب كم شريحة، لا تتجاوز 5 أو 6 شرائح. اشرح وش معنى مفهوم الإدارة بالإجراءات بشكل بسيط وواضح، لا تستخدم كلمات فلسفية، لا تستخدم كلمات صعبة، حاول تربطها بالاستراتيجية، حاول تخليها عملية ما هي نظرية. يعني قلت ترى أنا لو ربطت الاستراتيجية وقست الإجراء وصار عندي كي بي آي يقيس، أقدر من خلال هذا الكي بي آي أرجع أحسن الإجراء، عطى السايك بشكل نظري وعملي. ولو عندك مثال واضح في إدارتك بيكون مرة ممتاز. لا تتجاوز 6 سلايدات يعني، بس حاول أنك توصل فكرة وعملية ما هي نظرية، وابتعد عن المصطلحات الصعبة. هذا أول شيء. اختار إذا كان معك وقت اختر إجراء تحس إنه فيه مشكلة وتقدر إنك تحله، وحاول إنك تحله بالإدارة بالإجراءات. خذ لك 2 أسبوع أو 3 أسابيع أو شهر ما أدري إيش حجم الإجراء عندك، وحاول إنك تسوي فيه إمباكت عن طريقة الإدارة بالإجراءات. فأنت لما تعرض الفكرة تعرض مثال واقعي على التنفيذ، توقع يعني كفيلة بأنها تقنع التوب مانجمنت. رائع جدا، الله يعطيك العافيه. استاذ ابراهيم، سؤال اللي خلني اقول قد يكون منطقي الان،
استشراف للمستقبل، متابعة الإجراءات، ما هي مثل لما كنا نشتغل في المكاتب تقدر تتواصل تروح المدير الإجراء، مدير إجراء معين أو مالك إجراء معين. أصبح الآن ضرورة أن يكون فيه خلينا نقول مراقبة لهذه الإجراءات بشكل يعني تقني أكثر. فوش تتوقع الوسيلة الأمثل؟ طيب أنا لما طلع شفت السؤال حق الإدارة العليا وكيف تكسبها كنت أقول في نفسي يا ربي يجيني السؤال، يا ربي يجيني، يا ربي يجيني، بس ما ترجعني. أنتم أموركم في السليم يعني، جايتكم جاهزة. أنا يبدو لي ما يعني الرئيس ما أشك أبدا في دعمه، بس ما جاء الأمر مباشرة يعني. بس ببدأ من السؤال اللي قبل شوي وأجي لسؤالك، يعني وعد مني إن هذا بيصير الطريقة. تمام، لما بدينا إحنا مسألة الإجراءات وش اللي المحك، رح عند ألم عندهم إجراء المشتريات، إجراءات الموجودة بالجهات الثانية لما تجي عندنا وش المشكلة وش نسوي كذا، عطها زخم يعني عشان يعني يحسون بالمشكلة. يلا ابدأ اشتغل يعني فيها، اضبط الإجراءات، يبدأ يجيك ثم يجيك مشروع. ثم إذا بديت تشتغل بربط الإجراءات والاستراتيجية ممثلة بالهيكلة الإجراءات كمثال، طبعا في أساليب أخرى بس يعني هيكلة الإجراءات هذا المثال اللي احنا اتخذناه. تمام، شركنا كل التنفيذيين كانوا موجودين في ورش العمل، يعني في ورش العمل أكثر مرة. أنا سويت أشياء زود يعني غثيتهم، يعني خلينا نقول كان يومياً نتيجة كل ورشة أحطها في الجروب الواتساب عنده، عندكم ملاحظات يا الربع، ترى سوينا كذا 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 كذا. هم من بعدين لما خلصنا، ركز على كلمة هم من بعدين، شو اسمه، جينا وعلقنا جميع الاي بي ايز الهيكلات الإجراءات في يمكن 5 أو 6 أماكن في الهيئة. ثم بديت أجمع كل مدير قطاع والتنفيذيين اللي عنده، مدير القطاع والتنفيذيين اللي عنده، وش رأيكم، أشرح له كله وش فائدتها وإلى آخره، عطني ملاحظاتك وسجل الملاحظات. حطينا حتى كاس جنب اللوحة هذه فيه ستيكي نوتس وفيه قلم يكتبون فيه الناس، تشوف الملاحظات خلاص بنعلقها، هذا إجراء ما فهمته، هذا إجراء لازم تغير بطريقة. ثم بديت أجمع الناس كلهم يعني، لأن أوزعتها قلت يا جماعة إذا وصلت المكان يا جماعة الموجودين في هذا الموقع شو رأيكم أسألكم عن هذا الشيء، ويجمع لك 3-4 ثم فجأة تكتشف أنه 11 ترى صار كذا وكذا وهذا. ما مرت تقريبا شهر لا التنفيذيين قبل الموظفين فهموا يعني كل شيء. وأنا أرجع مرة ثانية ليش بديت هذا المثال، وفهموا الغرض من الهيكلة وفهموا الإجراءات كذا، صاروا هم دعاء والرئيس خلاص آمن مع كثرة يعني طرق هذا الباب، يعني أوشك أن يفتح بل فتح يعني. الله يبلغنا مرضاته، مثلك مثلك خابرين يعني، إحنا على 10 الأواخر. ومثال يضرب بمثال يعني، يتكلم الإمام القيم عن شو اسمه، أن الواحد اللي يكثر من سن الرواتب يكمل حوالي 40 ركعة، فهو يكمل أكثر من 40 الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، فهو يدعو أكثر من 40 مرة هذا الدعاء، ومن أكثر طرق الباب أوشك أن يجاب له. تمام، وأسأل الله يبلغنا وإياكم مرضاته وأن يهدينا الصراط المستقيم. هذا نفس الشيء هنا، أنت تطرق الباب كثير تمام ينفتح لك. ولهذا لما إحنا نقول الحين عن بعد كيف، إذا هم انفتح الباب عندهم أنت الآن نقلت مهمة إدارة الإجراءات إلى الناس، وهذا الخطة المفترض أنت لازم تبدأ بهذا الشيء. مهام إدارة الإجراءات لا تبقى إلا عندك 20% في إدارتك أو أقل. تمام، ثم بعدين 80% عند الناس كلهم خلاص. إذا هو أخذ هذا الحامل، هو اللي بيزودك بالداتا، هو اللي بيطلب شو اسمه ورش العمل عن بعد، هو اللي بيدعو لتحسين الإجراء، هو اللي بيقول لك الإجراء أحمر تراه. وهذه نقطة مهمة يا جماعة، لا مهمة جدا، لازم تزرع ثقافة أن المؤشرات الحمراء مؤشرات صحية، وأن إذا كان داشبورد حقك أخضر كامل فأنت أدائك خطأ، معناها أنك you are not challenging yourself، ما تتحدى نفسك، ومعناها أنك تقيس يمكن المؤشر الخطأ، ومعناها يعني في شيء خطأ. فأنت لازم يعني الناس تحس على قولة روجر يقول you have to praise problem finding، لازم تمدح إيجاد المشكلات عند الناس. فأنا أرجع مرة ثانية في الأخير أقول أنا بختصر الإجابة كلها، بأفك الأدوات وتابلو وسوي كونكشن مع شو اسمه انتجريشن مع السيستمز عشان تجيب لك الداتا على طول، كلها حلو صح تقنية، وفي حلو تقنية أنا أحيل للزميل ريان الحربي يعني يبحث في هذا المجال بالذات، إن مسألة أنك عندك أداة إدارة إجراء وتوثيقها
تروح تسوي فيتشنج للديتا وتطلع لك اشاره الاجراء الاحمر والاجراء الاصفر. هذا سالفه. لكن ارجع مره ثانيه، اذا زرعت الوازع الاجرائي خلينا نقول عند الناس، اي الوازع الاجرائي عند الناس، خلاص انت حليت مساله الداتا وال شو اسمها، ان يعني ان الناس تحسن اجراءها وتضبطها، غير في الناس يضبط اجراءك. رائع جدا، يعطيك العافيه. اختم بسؤال، يمكن السؤال هذا من عندي انا الاستاذ سلطان، لأن صراحة نقطة قضية الإقناع وبيع الفكرة لإطلاق هالمبادرة هاجس كثير من الناس. دائما احنا يمكن كشركة متخصصة في هالمجال نعاني من أن المبادرة ما تبدأ بسهولة لعدم الاقتناع. أنا سؤالي للأستاذ سلطان، يعني هل جائحة كورونا نقدر نستخدمها لتعزيز أهمية إدارة إجراءات العمل، ولا يعني هي بالعكس يعني أصبحت ما هي سبب مقنع؟ يعني بعض صناع القرار بيقول لك لا والله ما أشوف أن جائحة كورونا سبب. أو خلني أصيغ لك السؤال بطريقة أخرى، هل يمكن استخدام جائحة كورونا والأزمة اللي احنا مرينا فيها وتغير طريقة العمل لتعزيز وبيع الفكرة بشكل أفضل لصناع القرار؟ جميل، شكراً لسؤالك. طبعاً رأي وقناعة موجودة وراسخة عندنا أنه أزمة كورونا هي فرصة للتغيير. الآن قاعدين نحاول نستثمر هذه الفرصة وندفع بشكل أكبر في توسيع المساحة الخاصة بإدارة الإجراءات. لا شك أنها هي فرصة ذهبية. الجزئية المهمة في هذه المسألة وفي هذه المعادلة هو أنه تتكلم بلغة المنظمة. يمكن لمح لها المهندس إبراهيم، المهندس عبد الله على هذه الجزئية. أنا لاحظت خلال مسيرتي تقريباً 10 سنوات في الهيئة أنه لغة المنظمة تختلف من قيادة إلى قيادة. بعض القيادات لغتهم الجانب المادي، التكلفة. في بعض جتنا إدارة كانوا العملة اللي يتعاملون فيها هي الـ FTE، يقول لك فضي الموظفين، ما يتكلم عن التكلفة، عنده فقط إذا تجيب له شيء تقول له بنزل الـ FTE 5 FTE أو 6 FTE، هذا على طول تأخذ الموافقة بشكل فوري على التحسين. الآن أصبحت عندنا متطلبات حوكمية خاصة بعد الأزمة هذه، أصبحت متطلبات أنك تحافظ على العمل ووتيرة العمل وتستعد للمستقبل، لأنه الآن المستقبل سيتغير ولن يعود كما كان، لن نعود كما كنا قبل هذه الأزمة. وبالتالي استخدام هذه الأزمة وبيان دور الإجراءات وأهمية الإجراءات في تعزيز العمل والحفاظ على وتيرة العمل مستقبلاً، هذا من الممكن أن يكون لغة تخاطب جيدة بين إدارة إجراءات العمل وبين الإدارة العليا أو قيادة المنظمة. الله يعطيك العافية. يعني أنا أختم بعرقرتهم، واحد استغل هالظرف وقدر أنه فعلاً يقنع الإدارة العليا، بس يمكن في أحد الشركات الصغيرة قال شوف الحين يوم كل واحد قاعد في بيته ما عرفنا كيف نشتغل، كل واحد قاعد يشتغل بطريقته، كل شوي يتصلون عليك يا رئيس التنفيذي ويزعجونك يسألونك أسئلة وشلون نسوي كذا وشلون نسوي كذا، فهذه فرصتنا خلنا نوثق الإجراءات. فشكله لعب عليه وفعلا يعني أكل الطعم. فأعتقد فعلا الأزمات فرص للتغيير، فرص لبيع الأفكار. فيعني خلونا نفكر فعلا كيف إن نقنع الإدارة العليا وصناع القرار أن إدارة إجراءات العمل ليست ترف، هي ضرورة، سواء نستخدم شواهد من الظروف اللي احنا مرينا فيها ونمر فيها الآن، أو أن نستخدم لغة المنطق. في الختام أشكر ضيوفي، الله يعطيكم ألف عافية، حضوركم مقدر، مشاركتكم لتجارب هذه الجهات المرموقة اللي نفخر فيها وتعتبر رائدة صراحة في تطبيق هذه الممارسات الإدارية الحديثة. نشكر لكم وقتكم ونشكر لكم ضيوفنا الكرام. الأمسية هذه بإذن الله ستنشر مسجلة، ونتمنى إن شاء الله أن تكون فيها فائدة كبيرة للمهتمين والمتخصصين في هالمجال. أبارك لكم العشر الأواخر، وأسأل الله أن نكون من المقبولين وأن يعيننا على صيام وقيام ليلة، يعني صيام المتبقي من الشهر وقيام ليلة القدر، وأن يعيدنا وإياكم معاد الخير، وكل عام وأنتم بخير. نلتقي بإذن الله في أمسيات الإجراءات اللي إن شاء الله ستستكمل بعد عيد الفطر المبارك، ونأمل إن شاء الله أنها تكون ما هي أونلاين هالمرة، الأمسية القادمة بإذن الله تكون أتمنى على أونلاين ترى أبو جهرة والله، يعني بنشوف يمكن في أستاذ عبد الله
بنشوف، بس إن مشتاقين يا أخي للتجربة الحقيقية. الله يعطيكم العافية وكونوا بخير ونلتقي على خير بإذن الله.